أدى الانتشار السريع للحواسيب الإلكترونية وللإنترنت في العالم كله إلى إيجاد العديد من الفرص وعلى كافة صعد الأنشطة البشرية. زادت تقنية المعلومات في قوة البشر، كما فتحت تلك التقنية الباب أمام المجرمين ليرتكبوا جرائم على صعيد دولي. جرى تطوير نوع جديد من الرصد والتحقيق الجنائي لمحاربة موجة الجرائم التقنية، وعرف هذا التطور باسم العلم الجنائي المعلوماتي. عندما يسمع الناس بالعلم الجنائي فإن أول ما يتبادر إلى أذهانهم هو علم الأمراض وأماكن الجرائم وما يترافق مع ذلك. أما نحن فننظر للعلم الجنائي على أنه السبيل العلمي الذي نفحص به الأدلة. يعمل المحققون الرقميون وعناصر الشرطة الإلكترونية على رصد قراصنة ولصوص الإنترنت، ومن ثم على استعمال تقنياتهم ضدهم. سنرى لاحقا كيف حاول عدد من المحتلين الروس وعبر شبكة الإنترنت أن يبتزوا الملايين من خلال موقع قمار مزيف يحوي داخله فيروس زومبي الخطير، وكيف أن عددا من دول العالم تخوض حربا افتراضية ضد إرهابيين إلكترونيين يهدفون لتعطيل الحواسيب الإلكترونية المخولة حماية الأمن القومي لتلك الدول. إضافة للرسالة الإلكترونية الخبيثة التي شلت الحاسبات الإلكترونية عبر العالم كله، تاركة الضحايا المصعوقين مع حشرة إلكترونية خبيثة. تشمل الجرائم الإلكترونية كما كبيرا من النشاطات الإجرامية، بدءا من عمليات النصب المصرفية والائتمانية، مرورا بالتخريب الإلكتروني، وصولا لاهتمام القراصنة بالتجسس الصناعي والإرهاب. إلا أن كل جريمة ينفذها مجرمون تقنيون تقابل بخبراء معلوماتية يراقبون شبكة الإنترنت. إن أجزاء العالم اليوم أصبحت متصلة بعضها ببعض، فجميعنا تقريبا يستعمل الحواسيب الإلكترونية. توجد مئات الملايين من الحاسبات والأجهزة الخادمة الإلكترونية في العالم كله التي يشغلها رجال أعمال وأفراد، ويمكن جميعها أن تتواصل من خلال الإنترنت. إلا أن حماية تلك الأجهزة والمعلومات الهامة داخلها تقع في دائرة الخطر، حيث إن الحدود الدولية والفروقات الزمنية والإجراءات الأمنية لم تعد عائقا أمام مخترقي الحاسبات الإلكترونية الأذكياء ولا العصابات الإجرامية المنظمة. لا يهم المجرم إن كان الحاسوب الذي يهاجمه يعود لك أم لشخص في الصين أو الهند أو الولايات المتحدة أو كندا، حيث أن ذلك لا يشكل عائقا مع وجود الإنترنت. بالتالي يمكنني الجلوس واستعمال حاسوبي هنا والسيطرة على حاسوب آخر يقع في قطر آخر من العالم. إنهم ماهرون في التقنية المعلوماتية، وهم يجيدون استعمال الشبكة العنكبوتية، ويعرفون كيفية اختراق الإجراءات الأمنية، وذلك أمر مخيف. نجد في هذا العصر أن فرص المجرمين ترتبط بقوة حواسيبهم الإلكترونية ومهاراتهم في استعمالها. إن أهم عامل بالنسبة للمجرمين على الإنترنت هو الهوية المجهولة، إذ لا يوجد شخص يعرف أنك محتال وأن عملك غير شرعي وأنك لست زبونا حقيقيا حتى، وبالتالي فإنك صاحب هوية مجهولة. وفي بعض الأحيان فإنك لا تكون مجهول الهوية وحسب خلال جريمتك، بل يستحيل تتبعك أيضا. إن فرص نجاح عمليات ملاحقة قانونية عبر الحدود ضئيلة بسبب آلية العمل بين الأجهزة الأمنية والتي تعمل تحت سقف القوانين القومية التي تحدها في أغلب الأحيان السياسة. يمكنني إخفاء هويتي أو العمل عبر وسيط. يمكنني أن أظهر كشخص آخر في مكان آخر بالنسبة للقوى الأمنية، وبسبب الطابع العالمي لشبكة الإنترنت فإنه لا توجد قوى أمنية وطنية أو دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. إنها جريمة تكاد تخلو من الخطر بالنسبة للمجرمين، كما أن العائد غالبا ما يكون ضخما. عندما يواجه الحاسوب سيلا كبيرا من طلب المعلومات فإن النظام سينهار. يمكن لهجمات منسقة أن تشل شركة معينة، وبالتالي أن تسبب خسائر قد تقدر بالآلاف أو حتى الملايين.
هذا ما حصل لموقع الرهانات البريطاني المعروف باسم الساحة الزرقاء في تشرين الأول من عام 2004. ما ميز تلك القضية هو أنها كانت الأولى من نوعها، وكانت سببا في لفت نظر الشرطة لما اعتبر نوعا جديدا من الجرائم، وبالتالي كان عليهم إيجاد سبل جديدة لكشف المسؤولين خلف تلك الجريمة. هجمت الشركة بأسلوب الشبكة الآلية، وهي شبكة حواسيب يصنعها مجرمون إلكترونيون من دون أن يعلم أصحابها بها، ويستعملون في عملياتهم تلك أداة تعرف باسم حصان طروادة. يفتح حصان طروادة سبيلا لاختراق الحاسوب الإلكتروني. إنه برنامج بسيط يسمح لواضعه بأن يتحكم في حاسوب آخر عن بعد. يستعمل في أغلب الأحيان أسلوب الاختراق الفيروسي بهدف زرع حصان طروادة في حال وجود أعداد كبيرة من الحواسيب التي أدخل فيها حصان طروادة، فإن الشخص الذي يتحكم فيها يصبح قادرا على السيطرة على ما يعرف باسم الشبكة الآلية، ومن هذه الشبكة يمكن تنفيذ هجمات مكثفة. استطاعت مجموعة من المجرمين الإلكترونيين الروس محاصرة خوادم موقع الساحة الزرقاء الإلكترونية مطلقة هجمات الحرمان من الخدمات. إن هجمات الحرمان من الخدمات تعد وسيلة يمكن لعدد كبير من الحواسيب الإلكترونية أن ترسل عبرها كما من المعلومات الإلكترونية إلى حواسيب أخرى تعود لشركة أو لبنية تحتية كقسم شرطة أو جامعة، حيث يكون الهدف إرسال كم كبير من المعلومات الإلكترونية إلى تلك الخوادم بشكل يجعلها غير قادرة على تحمل تلك المعلومات، وبالتالي ليعطلها عن العمل. أغرقت خوادم الساحة الزرقاء الإلكترونية. يختبر زبائننا حالة يبدو فيها أن موقعنا يتباطأ في عمله، حيث يتحولون إلى مرحلة التوقف التام بعد أن تتباطأ تعبئة صفحات موقعنا إلى حواسيبهم أكثر فأكثر. قامت العصابة الروسية التي أطلقت هجماتها من مكان سري بإرسال رسائل ابتزاز إلى مالكي الموقع مقابل إيقاف هجماتها. تلقينا رسالة إلكترونية أرسلت إلى قسم خدمة الزبائن. طلب منا في تلك الرسالة مبلغ مالي مقابل إيقاف الهجمات ضدنا. حوت الرسالة أيضا تهديدا بزيادة الهجمات. مرحبا، كنا قد بدأنا بمهاجمة موقعكم منذ بعض الوقت، ما زلنا ننتظر تحويل مبلغ 20,000 دولار إلى حسابنا المصرفي. سنوقف هجومنا بشكل فوري متى دفعتم لنا. هدد المهاجمون بتكبيد الشركة خسائر كبيرة إذا تمنعوا عن الدفع. كان الوضع مرعبا، واضطررت أنا وفريق عملي للعمل بشكل مكثف. هذه الهجمات المنسقة تعد شكلا جديدا لعمليات الابتزاز العادية التي تمارسها العصابات. لم نكن نعرف ماهية الوضع الذي نواجهه، لذا اتصلت مباشرة بالوحدة القومية للجرائم التقنية. أوكلت القضية لمايك ديتس رئيس وحدة الجرائم التقنية. بدت تلك القضية كأنها موجة إجرامية جديدة متجددة. كانت هنا مناقشات حول كيفية التعامل مع الفدية المطلوبة. تلا ذلك اتخاذ قرار بعدم الدفع. كان القرار مهما بالنسبة لاستمرارية العمل. كان الضغط كبيرا بسبب تعرض الشركة للهجمات. كان عدم حصول تغير إيجابي يعني ضربة كبيرة للشركة. كانت المعركة تحتدم بين الخوادم الإلكترونية في العالم الافتراضي الإلكتروني. كانت المواجهة خلال الهجمات تشبه لحد بعيد لعبة الهر والفأر. كنا نقوم بتعديلات جديدة ونستعمل أي خدعة يمكننا إيجادها، وكانوا يتابعون ما نفعله ويعترضون كل ما نفعله. غيرت الشركة وبشكل مستمر القدرة الاستيعابية للإنترنت عندها، وذلك لصد الهجمات والسماح لزبائنها بالمراهنة. كانت الرسائل المطالبة بالمال تصل برسالة إلكترونية عقب كل موجة من الهجمات. مرحبا، حاولوا أن تفهموا أنكم تخسرون المال كلما قررتم مواجهتنا.
عليكم دفع مبلغ 30,000 دولار أمريكي مقابل إيقافنا للهجمات. سنستمر في هجماتنا إلى أن تدفعوا المال أو تغلقوا موقعكم. نهاركم سعيد. كانت شركة الساحة الزرقاء تخسر عشرات الآلاف من الجنيهات إضافة لتكبدها تكاليف مالية ضخمة بسبب تدابير الطوارئ. كانت العملية تهدد باستنزاف الشركة. أمامك مهمتان خلال قيامك بعملية ابتزاز، حيث يجب عليك أولا تنسيق أسلوب الهجوم، ومن ثم الاهتمام بالجانب الأخطر والمتمثل بطريقة استلامك للمال. إلا أن الصعوبة تكمن في عملية تسلمك للمال بطريقة لا تدلهم عليك. قررت الشركة التحول للهجوم وعرض المال للمبتزين، وذلك لتتبعه عبر شبكات الحاسبات المصرفية. تتبعنا المال واعتقلنا 10 أشخاص في لاتفيا، ومن هناك انتقل المال إلى مصارف عدة في موسكو، ومن ثم تحول لجنوب روسيا، وبالتالي تمكنا من متابعة المال. كشف اعتقال عدد من أفراد العصابة حقيقة مروعة تمثلت برد قاس من قبل المخططين. صباح الخير، هنا شركة الساحة الزرقاء. مرحبا، يبدو أن موقعكم معطل. صحيح، إنه معطل في الوقت الحالي. أريد التكلم مع شخص يريد رؤية الموقع يعمل مجددا. مع من تريد التكلم؟ صليني بالمدير العام أو أي شخص مسؤول آخر. أنا الشخص المسؤول عن تعطيل موقعكم. حسناً، لحظة واحدة. كانت تلك بمثابة صدمة، حيث تلقيت الاتصال وأجريت معه حديثاً مطولاً. ودعني أقول لك إنها كانت تجربة مخيفة. كان حازماً وأخبرته أنه لا يمكننا الدفع، لذا أعطانا مهلة زمنية. كانت هجمات ذلك الأسبوع الأقصى بالنسبة لشركة الساحة الزرقاء. استمرت الهجمات أسبوعا كاملا، من صباح يوم الاثنين حتى مساء يوم الأحد. تحملت الساحة الزرقاء الهجمات إلى أن نفذت الشرطة الروسية والبريطانية عمليات مداهمة حاسمة. حددت العناصر الأمنية مصدر الهجمات وألقت القبض على العصابة. كانت عملية ناجحة ورسالة قوية للمجتمع الروسي، أظهرت أن المملكة المتحدة مكان سيء لهذا النوع من العمليات الإجرامية، وأن فاعلها سيطارد في حال تسببه بضرر ضد الشركات البريطانية. لذا كنا فرحين بنجاح تلك العملية التي جرت في روسيا، وكنا نعرف أنه يجب علينا فعل المزيد. بالرغم من نجاح الشرطة بإلقاء القبض على تلك العصابة، إلا أن عدداً متزايداً من المجرمين يقوم باستعمال نظام هجمات الحرمان من الخدمات، وذلك لابتزاز الشركات مقابل المال. لا تزال الشبكات الآلية موجودة، وما زال هناك من يمتلكها. لذا كانت الرسالة التي وجهناها للمهاجمين، والتي مفادها أننا لا نقبل أن يجري ابتزازنا، وأننا لن ندفع المال. أما مسألة توقفهم عن المحاولة مجددا فتلك مسألة أخرى. يأتي دور الشرطة الإلكترونية في حالات جرائم الإنترنت كهجمات الساحة الزرقاء. عندما يلقى القبض على مشتبه فيه يصادر أيضا حاسوبه الإلكتروني. على الضابط الذي يتولى عملية المصادرة أن يدون ملاحظاته، هل كان الجهاز يعمل أم كان مغلقا، ومن ثم يوضع عليه ملصق ويجري التحفظ عليه. يؤخذ حاسب المشتبه فيه إلى مختبر جنائي مختص ليجري الكشف عليه. إن القرص الصلب في الحاسب الإلكتروني يعد من دون شك مكانا مرتبطا بالجريمة، حيث إنه لا يمتلك ملفات حساسة وحسب، بل قد نجد فيه تاريخ النشاطات أيضا، كما قد يجد فيه المحقق ملفات قيمة. وبالتالي فإن القرص الصلب يعد كغرفة حدثت فيها سرقة أو جريمة قتل.
يترك المشتبه فيهم في أي موقع جريمة أدلة كثيرة تدل على ما فعلوه، ويعمل المحققون الجنائيون على البحث عن تلك الأدلة. أول ما يفعله المحققون هو إعداد نسخة مطابقة للقرص الصلب تسمى عملية نسخ المحتوى. يجب على المحققين أن يكونوا حذرين من إفساد الأدلة. نضع القرص الصلب داخل جهاز خاص للنسخ. إنه جهاز يسمح لك بوضع القرص الصلب في حاسوب آخر من دون حدوث أي تغيير في القرص الصلب. يمكن بعد ذلك فحص القرص الصلب المنسوخ من قبل عدد من المحققين في الوقت عينه، سواء كان ذلك من جهة الدفاع أو الادعاء. مهما حاول مرتكب الجرائم الإلكترونية لتغطية أثار جرائمه، فإن المحققين الجنائيين يستطيعون إيجاد سبل لإعادة تتبع جميع خطواته. تبقى المعلومات داخل الحاسوب الإلكتروني لمدة طويلة، حيث إنك قد تظن أنك محوت المعلومات، إلا أنك في الحقيقة لم تمحها كلها. ما تفعله هو أنك تقول لفهرس الجهاز، حيث يحتفظ بكل شيء، إنك لست بحاجة لذلك الملف المعين، إلا أن الملف سيبقى ولمدة طويلة على القرص الصلب إلى أن يأتي وقت يحتاج فيه للحيز الذي يشغله بسبب امتلاء القرص. يمكن حينئذ للمحققين الجنائيين استعمال تلك المعلومات لتحديد وقت ارتكاب الجريمة وبدقة. توجد تواريخ وعلامات زمنية مرتبطة بجميع الملفات الموجودة في أي حاسب إلكتروني. إن كنت تمتلك البرامج المطلوبة، فعندئذ يمكنك ترتيب الملفات ضمن إطار زمني، ومعرفة ما قام به شخص معين، ومن ثم معرفة ما قام به بعد ذلك وما تلا ذلك، إلى أن تصل إلى أدلة تظهر ارتكاب جرم ما، أو حتى أمور تتعلق بحالة نفسية، وذلك أمر مهم بالنسبة لفريق الادعاء. يجب على المحققين الجنائيين أن يحافظوا على تفوقهم على المجرمين من خلال تخمين التقنية المستعملة من قبل المجرم، إضافة لنمط تفكيره. إلا أن الأمر كان سهلا بالنسبة لستانلي مارك ريفكن. كانت واحدة من أضخم عمليات السطو على المصارف، حيث ألقي القبض على خبير المعلوماتية ستانلي مارك ريفكن بعد توجيه تهم التلاعب بأنظمة الحواسيب لمصرف سيكيورتي باسيفيك ناشونال. جذبت قضية ريفكن انتباها كبيرا بسبب كمية المال المختلسة، ولأنه اشترى بتلك الأموال ماسا. لقد كان ذا شخصية مميزة جدا. الجريمة الكاملة هي أن لا ينتبه أحد إلى أن هناك جريمة قد وقعت، وكان ريفكن على وشك تحقيق ذلك. أطلق عليه لقب أول مجرم إلكتروني. لقد استغل صلاحياته. كانت عملية نموذجية لاحتيال داخلي تحدث مثيلاتها طوال الوقت، وقد تحدث عدة مرات في السنة الواحدة. في سنة 78 لم تكن لدى الشرطة أو المصارف أو حتى الحكومات أي فكرة عن إمكان ارتكاب جرائم بواسطة الحواسيب الإلكترونية. لم تكن تلك الجهات جاهزة حين اكتشفت اختفاء 10 ملايين دولار من مصرف سيكيورتي باسيفيك ناشونال في لوس أنجلوس. سرق ريفكن 10 ملايين و200 ألف دولار من خلال عملية تحويل عبر الهاتف في خريف ذلك العام. لم يحتاج الرجل لأسلحة أو أقنعة أو حتى لسيارة للهروب. كان ريفكن متقدما على محيطه، حيث إن مديري المصرف لم يعرفوا أنهم تعرضوا للسرقة قبل أن يعلمهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بذلك. كانت تلك أكبر سرقة تعرض لها مصرف في تلك الحقبة. تعلم ريفكن من خلال عمله كمتقاعد داخل غرفة الحوالات في مصرف سيكيورتي باسيفيك ناشونال إجراءات عمليات تحويل الأموال عبر العالم التي يقوم بها فريق العمل. كان يجري تغيير الشفرات الأمنية يوميا تفاديا للوقوع ضحية عملية احتيال. إلا أن ريفكن انتبه لموظفي المصرف الذين كانوا يدونون شفرات عمليات التحويل بشكل شبه مستمر. بدأ ريفكن عملياته بعدما قام بالإجراءات الضرورية، بما في ذلك فتح حساب في مصرف سويسري مدعيا أنه تاجر ألماس. في 25 من شهر تشرين الأول أكتوبر من عام 78 دخل ريفكن إلى غرفة الحوالات وحفظ شفرات عمليات ذلك اليوم. ثم اتصل في وقت لاحق من ذلك اليوم بقسم الحوالات مستعملا اسم مايك هانسون، وقال إنه يعمل في قسم العلاقات الدولية التابع للمصرف. ما هو رقم المكتب؟
286. حسنا، ما هو الرمز؟ 4739. حسنا. دفع مبلغ وقدره 10,200,000 دولار إلى مصرف إيرفينغ تراست في نيويورك. جرت العملية بسلاسة، حيث إن أكثر من 1500 تحويلة تجري يوميا يقارب مجموع قيمتها 4 مليارات دولار. استقل ريفكن الطائرة بهدوء وتوجه إلى سويسرا لإتمام الجزء الثاني من خطته. يعد الماس سلعة لا يمكن تتبعها، حيث يمكن بيعها مقابل مال غير مشبوه بسهولة. أراد ريفكن شراء كمية من الماس تعادل قيمتها الملايين من الدولارات. في 26 من تشرين الأول أكتوبر توجه تاجر الماس الذي يستخدمه ريفكن إلى مكتب بيع الألماس الروسي الواقع في جنيف. أراد الرجل شراء الماس لزبونه، وهو يظن أن المال أتى من مصدر صحيح. ثم مضى الرجل في اليوم التالي من اختياره للماس بكمية بلغت في وزنها قرابة 9 كيلوغرامات. كلفت الصفقة 8,100,000 دولار أمريكي. نجح ريفكن في تهريب الماس إلى الولايات المتحدة وبدأ عملية بيعه على نحو فوري. بعد مرور 5 أيام من عملية السرقة، كان الرجل في بيفرلي هيلز ليتم صفقة بيع 12 ماسة مقابل 12,000 دولار أمريكي، إلا أن ريفكن ارتكب خطأ غبيا، فبعد ظنه أنه قام بالجريمة كاملة أخذ يتبجح أمام رجل كان يعمل معه سابقا حول دوره كمفاوض في صفقة بيع الماس قدرت بملايين الدولارات. وشى ذلك الرجل به إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أخذ يتتبع خطوات ريفكن. ألقي القبض عليه قبيل منتصف ليل 5 من تشرين الثاني نوفمبر. ضبط الفيدراليون معه حقيبة حوت 12,000 دولار أمريكي و40 كيسا فيها ماس. وافق ريفكن على مساعدة المحققين في عمليات الاحتيال وخبراء أنظمة الحواسيب الإلكترونية وإخبارهم عن سهولة تخطي إجراءات الأمن بهدف سرقة المال على نحو سري، وذلك بعدما وجهت إليه تهمة السرقة التي كانت ستودي به إلى السجن. أقر الرجل بفعلته في 26 من شهر آذار مارس من عام 79، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات. لم تكن عملية السطو سيئة بالنسبة للمصرف الذي عمل مديروه على تشديد إجراءات أمن الحواسيب الإلكترونية المرتبطة بعمليات الحوالات، إضافة لاستعادة مبلغ 2,000,000 دولار من المال المسروق، كما بيع الماس وحصد البنك مبلغ 13 مليون دولار. وبالتالي فإن عملية السرقة عادت بربح قدره 5 ملايين دولار أمريكي لصالح مصرف سيكوريتي باسيفيك ناشونال. منذ عملية ريفكن ازدادت صعوبة عمليات سرقة المصارف بطريقة إلكترونية. يمكن للمجرمين الإلكترونيين حصد أموال ضخمة من خلال استعمال برامج خاصة تنسخ المعلومات ومن ثم تفك الشفرات وتتخطى إجراءات الأمن. يستعمل قراصنة المعلوماتية المحترفون سلاحا مهما يعرف باسم حافظ الأوامر. تعد عملية حفظ الأوامر عملية سهلة، يقوم فيها برنامج خفي بتسجيل جميع النقرات على لوحة مفاتيح الحاسب الإلكتروني. إن أي مجرم إلكتروني سيستعمل هذه التقنية، لأن ذلك يمكنه من رصد اسم المستخدم وكلمة السر، ومن ثم الولوج إلى المواقع منتحلا شخصيتك، حيث يمكنه الولوج إلى حسابك المصرفي منتحلا شخصيتك بهدف سحب أو تحويل مالك من حسابك. يمكن العصابة إنفاق مالك كله متى حصل أفرادها على رقم حسابك المصرفي أو رقم بطاقتك الائتمانية، وبالتالي يقومون بعملية سرقة المصارف من خلال عملائهم. حقق رون موريس الذي يعمل عالما جنائيا في جهاز الاستخبارات السرية الأمريكية في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الائتماني في التاريخ. إن أهم العمليات التي عملت عليها كانت تلك التي ألقينا فيها القبض على رجل يدعى تام في ميامي. كان يمتلك عددا من البطاقات الائتمانية المزورة، وكان يستعملها إضافة للأشخاص الذين كانوا معه. أظن أن عدد البطاقات التي ضبطناها قارب 600 بطاقة. كان المجرم القادم من هونغ كونغ، تام واي كوم، واحدا من أشهر مزوري بطاقات الائتمان في العالم.
كانت تلك العملية آنذاك واحدة من أكبر عمليات تزوير البطاقات الائتمانية. قدرت الشرطة أن تام كان مسؤولا عن عمليات تزوير ائتمانية تصل قيمتها حتى 65 مليون دولار أمريكي، وقد بلغت عملياته ذروتها من خلال صنع 5000 بطاقة ائتمانية مزورة في اليوم يرسلها إلى أنحاء العالم كي يستعملها المحتالون. إننا نتكلم عن شخص مر بمراحل تطوير عديدة لعمليات تزوير البطاقات الائتمانية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين عام 89 حتى يوم 28 من شهر كانون الأول يناير من عام 93 يوم القبض عليه في مجمع بيرل هاربر التجاري. ألقي القبض على تام بعدما بدأ مع مجموعة من الصينيين المنتحلين صفة سياح بصرف أموال ضخمة في مجمع تجاري في فلوريدا. كان تصرفا عرضيا أنفق خلاله قرابة 650 ألف دولار أمريكي في 3 أيام، وهذا ما لفت انتباه المساعدين الحاذقين في المتاجر. بدأ حرس المتجر مراقبتهم عن كثب وهم لا يعرفون أنهم أمام واحد من أشهر فرق تزوير بطاقات الائتمان في العالم. وجدت الشرطة مئات بطاقات التأمين المزورة مع تام وعصابته بعدما ألقت القبض عليهم. كان تام مجرما معروفا بسجل إجرامي حافل، وقد تعلم وبسرعة كيفية حصد أموال كثيرة من عمله الإجرامي الجديد، ولربما كان دافعه الجشع أو الثروة، إلا أن الرجل تعلم أسرار الاحتيال بسرعة. فعلى سبيل المثال، كان الرجل في عام 91 يستعمل بطاقات ائتمانية مستعملة، ولكن في منتصف عام 92 أصبح الرجل يمتلك مشغلا خاصا لصنع وتزوير بطاقات الائتمان. كان تام يجني المال في عمليات التزوير من خلال بيع البطاقات لعصابات أخرى ولشراء أغراض ثمينة كالمجوهرات من أماكن مختلفة من العالم، ومن ثم يبيع تلك الأغراض في الشرق الأقصى. نقل الرجل عملياته إلى أماكن جديدة بعد استغلال السوق المحلي والحصول على نتائج مربحة منه. كانت أوروبا في الفترة الممتدة ما بين عامي 90 و 91 الهدف الأول، وفي الوقت عينه توجه في عملياته إلى كندا حيث كان يمتلك فرعا لعصابته، ومن هناك انتقل إلى سوق الولايات المتحدة الكبير. كان عمل تام الإجرامي يتوسع في العالم كله، ومعه عمليات إنفاق مالية ضخمة. كانت بطاقاته المزورة الأفضل بين قارناتها، حيث إن المعلومات عليها كانت أصلية. كان الرجل يحصل على أرقام بطاقات ائتمان لحسابات حقيقية ومعها معلومات سرية من قبل مسؤولين مصرفيين وبائعي تجزئة فاسدين مستعدين لبيع تلك المعلومات القيمة. كان نجاح تلك العمليات يعني أن بإمكان تام الذهاب إلى الولايات المتحدة وشراء بضاعة بمئات الآلاف من الدولارات ومن ثم بيعها في موطنه. إذا لم يتصل صاحب البطاقة الأصلي بالمصرف ويبلغ بأنه لم يكن في تايلاند أو هونغ كونغ أو نيويورك في ذلك اليوم المحدد، فإن المصرفيين سيظنون أن عملية الشراء عادية. يتطلب التصريح بالشراء مدة لا تتجاوز 10 ثوان، فيما عملية تأكد المصرف من أن الزبون الأصلي قد قام بعملية الشراء تتطلب 45 يوما. إن العلم الجنائي مهم جدا، وبالأخص حين تحاول تفكيك أو كشف الطابع المنظم لهذا النوع من العمل الإجرامي. جرى الطلب من جهاز الاستخبارات الأمريكي الحضور والتحقيق بشأن البطاقات التي كانت بحوزة تام وعصابته المعتقلين. صنعت تلك البطاقات وفقا للمعايير التي تصنع فيها البطاقات الائتمانية العادية، ولقد كانت بطاقات مزورة على نحو جيد. كانت البطاقات شبه كاملة. اضطر رون موريس وفريق عمله لإجراء عدد من الفحوص العالية التقنية لمعرفة إن كانت تلك البطاقات مزورة أم لا. أنظروا لأمور معينة في البطاقة كالهولوغرام والطريقة التي طبعت بها البطاقة والنقوش النافرة عليها، ومن ثم أفحصوا الشريط المغناطيسي الموجود على ظهر البطاقة. يقوم المحققون بفحص المعلومات الموجودة على الشريط المغناطيسي بواسطة جهاز مسح خاص، ومن ثم يقارنون تلك المعلومات بالنقوش النافرة على البطاقة.
وذلك في محاولة منهم للإجابة عن أسئلة عدة، مثل هل تتطابق أرقام الحساب مع الأسماء؟ هل تحتوي على معلومات أساسية كتاريخ انتهاء الصلاحية وأرقام الأمان؟ يمكن للمحققين الجنائيين الغوص أكثر في عملهم في محاولة منهم لتحديد العلامات المميزة لكل بطاقة، إضافة لكشف نمط كثافة المعلومات المطبوعة على الشريط المغناطيسي. يمكن لنمط الكثافة أن يدل المحققين على نوع البرامج المستعملة لتشفير نوع معين من البطاقات. يمكن عندئذ للمحللين أن يفككوا البنية والتركيب الكيميائية لقطعة البلاستيك التي صنعت منها البطاقة. إنها طريقة دقيقة لعزل البطاقات ضمن مجموعات التي أتت من مصدر التزوير عينه. كانت لدي مجموعة رئيسية من البطاقات هنا في المختبر، استعملتها في عملية المقارنة ببطاقات أخرى أرسلتها لنا مختلف الجهات الأمنية. أدرك رون موريس وفريقه وإثر إجراء عدد من الفحوص الدقيقة على بطاقات تام أنها كانت مشابهة لآلاف البطاقات التي فحصها الفريق في السنة الماضية. كانت قضية تام مهمة بالنسبة إلي لأنني أستطيع عرض بطاقات مزورة من العالم كله، ومن ثم إثبات أنها جميعها أتت من مشغل التزوير عينه. كان ذلك أهم جزء في العملية كلها، لأنني أدركت دوري في القضاء على واحدة من أهم عصابات التزوير في العالم. كانت تلك آخر بطاقة لعبها تام التي أودت به إلى السجن. كان تام مثالا على المجرم الذي يستغل التقنية الرقمية الحديثة بهدف الحصول على أموال ضخمة بشكل غير شرعي. حاول عدد كبير من السارقين الإلكترونيين تقليد أسلوب عمله، إلا أن المصارف أصبحت أكثر تنبها في يومنا هذا. نجد أن المصارف لديها برامج إلكترونية تعمل على تفقد العمليات المصرفية بحثا عن أي عملية مشبوهة، لذا فإن عدد الحالات قد انخفض بشكل كبير. لا تزال هناك عمليات احتيال كثيرة، إلا أنها لم تعد بذلك المستوى الخطير. إلا أن ذلك لم يمنع مجموعات إجرامية عبر العالم كله من استعمال الإنترنت لأعمال غير قانونية. المخترق أو قرصان المعلومات هو الذي يحاول السيطرة بشكل غير قانوني أو مسموح به على نظام تشغيل أو ملفات محفوظة في حواسيب أناس آخرين أو في خوادم الشركات. يمكن لقرصان المعلومات أن يكون عضوا في منظمة إجرامية ويعوض عن القيام بعمليات ابتزاز في الشارع التي يجبر فيها الناس على دفع المال مقابل إبقاء أعمالهم سارية. يمكن لمجموعة منظمة من قراصنة المعلوماتية القيام بعملياتهم على الإنترنت، وبالتالي يجبرونك على دفع المال أو سيقومون بتدمير معداتك. كما يمكن لتلك المجموعات أن تعمل على صعيد دول وتكون عادة مدعومة من قبل الحكومة. يمكن لجميع قواعد البيانات والملفات المحفوظة في الحواسيب الإلكترونية أن تكون معرضة للتلف أو السرقة. مهمة جيم ساتل الذي كان يشغل مركز رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي هي التسلل ضد الشبكات الحكومية المحمية بهدف كشف نقاط الضعف فيها. يمكننا اختراق أي حاسوب إلكتروني في الولايات المتحدة أو العالم ومن أي مكان في العالم، فلا يهم مكان وجود تلك الشبكات ولا مكان تواجدنا. يمكننا الاختراق من دون ترك أي أثر وراءنا، حيث إننا نعمل بشكل خفي. إن عملية الاختراق سهلة جدا، وتحتاج العملية عادة إلى أقل من 4 ساعات، وفي كثير من الحالات لا نحتاج لأكثر من 5 دقائق. كان قراصنة المعلومات خلال بداية عصر الحواسيب الإلكترونية لا يهتمون بأكثر من فهم أسلوب عمل أنظمة التشغيل. لم تكن هناك نوايا سيئة. كان قراصنة المعلومات الأوائل هم من اخترع الحاسوب الخاص، حيث رأوا تلك الشرائح الإلكترونية الجديدة المصممة لعمليات المعالجة وتشغيل الآلات، وكانوا يعرفون أنهم يستطيعون تصنيع حواسيب خاصة بهم. كانت تلك هي الفكرة المبدئية. كان القراصنة الأوائل مجرد مبرمجين عاديين يبحثون عن أساليب فعالة لتمرير المعلومات عبر الشبكات الإلكترونية البطيئة. ومن تلك الفترة بدأت كلمة قرصان المعلوماتية تأخذ طابعا إجراميا. أما اليوم فإن القرصنة المعلوماتية تعرف قضائيا على أنها اختراق عن سابق تصميم وإصرار لحاسوب إلكتروني بنوايا سيئة، كما أن جميع مستعملي الحواسيب معرضون للاختراق بغض النظر عن مستوى الأمن الذي يظنون أنهم يتمتعون به، سواء من خلال استعمال برامج الحماية من الفيروسات أو غير ذلك من برامج الأمن أو استعمال كلمات سر صعبة.
تحول قراصنة المعلوماتية إلى عصابات إجرامية منظمة تقوم بأعمال شائنة، وذلك بسبب تطور تقنية المعلومات. وسواء تعلق الأمر بالمعدات أم البرامج، فإن الإنتاج قد ازداد من ناحية الأمن والحماية، وبالتالي ازداد تعقيد وحدة الهجمات وازداد تركيزها على أهدافها، وبالتالي أصبحت مقاومتها أمراً صعباً. يتمثل أحد الأسلحة التي يمكن للقرصان استعمالها بهدف اختراق حاسوب شخص ما أو شبكة ما ببرنامج اختراق كالفيروس الإلكتروني. يمكن للفيروس أن ينسخ نفسه، كما يمكن أن يلتصق ببرنامج أو ملف ما. يمكن الفيروس الذي يكون عبارة عن برنامج صغير للقرصان من الحصول على ولوج وسيطرة سرية على الحاسوب. توجد أنواع كثيرة من الفيروسات، وهي قد أو لا تدمر المعلومات، حيث إن عددا منهم مصمم لإرسال معلومات هامة للقرصان. عندما نتكلم عن الفيروسات فإننا نتكلم عن أناس صنعوا برامج معينة بهدف التسبب بنوع من الأذى، سواء كان ذلك متمثلا بسرقة معلومات الاتصال الموجودة في هاتفك الجوال أو معلومات بطاقتك الائتمانية، إلا أن تلك الأمور قد تنتشر بشكل أسرع، وذلك بسبب انتشار الحواسيب الإلكترونية صغيرة الحجم والنقالة. يعد فيروس القنبلة واحدا من الأخطر، وهو يبدأ عمله في لحظة زمنية معينة بعد إرساله، وبالتالي إعطاء الوقت للمخترق كي يمحو ما خلفه وراءه. إن فيروس القنبلة هو عبارة عن عبوة إلكترونية مرسلة ذات تأثير، وهي ذات نظام تشغيل بسيط، حيث يمكنك كتابة برنامج تأمر فيه بالبدء بعملية التشغيل في تاريخ معين أو بعد أن ينقر حرف ما عددا معينا من المرات. عندئذ يبدأ برنامج آخر في العمل، حيث يفعل حدثا في الحاسوب الإلكتروني الذي قد يكون أي نوع من الأفعال التي تتخيلها. قد تكون نتيجة رسالة مزعجة أو محوا للمعلومات. تدمج هذه القنبلة في أغلب الأحيان مع فيروس، حيث يشكل الفيروس آلية توصيل القنبلة للحاسوب. ووفقا للتصميم والنية وراء ذلك، فإن تأثير الفيروس قد يتراوح ما بين تأثير مزعج كتعطيل موقع لشخص ما، وصولا إلى تأثير تخريبي شامل كتعطيل كامل لشبكة إلكترونية. إن هدف كثير من صانعي الفيروسات هو نشرها بأكبر شكل ممكن ومعلن. يحتاج ذلك لمهارة وظروف مناسبة. يرجح الخبراء وجود ما يقارب 100,000 فيروس على شبكة الإنترنت، كما يجري التعرف على عدد يتراوح ما بين 20 و30 فيروس في كل يوم. عندما نتكلم عن الفيروسات فإننا نتكلم عن أناس صنعوا برامج معينة بهدف التسبب بنوع من الأذى، سواء كان ذلك متمثلا بسرقة معلومات الاتصال الموجودة في هاتفك الجوال أو معلومات بطاقتك الائتمانية. إنها معركة ما بين صانعي الفيروسات وما بين بائعي برامج الحماية ضد الفيروسات. لا أرى نهاية قريبة لتلك المعركة، حيث إن آلية المعركة تتغير باستمرار. إن أغلب الفيروسات تصنع على سبيل المزاح الثقيل، إلا أن الفيروسات الناجحة والفعالة قد تسبب خسائر مالية ضخمة. كانت حشرة الحب التي ضربت الإنترنت في 5 أيار مايو من عام 2000 عبارة عن برنامج إلكتروني خبيث يطلق على نوعه اسم الدودة. وبعكس الفيروس فإن الدودة الإلكترونية لا تحتاج إلى أن تلصق نفسها بملف. الدودة الإلكترونية هي برنامج مستقل ناسخ لذاته يعمل في عمق الشبكات الإلكترونية. متى وصلت عملية النسخ إلى مستوى معين فإنها تعوق عمل الشبكة. ظهرت حشرة الحب في بادئ الأمر في الفلبين، إلا أن تأثيرها وصل للعالم كله. كان الضحايا يتلقون ما بدا كأنها رسالة حب إلكترونية، لكن عند فتح الرسالة يتبين أنها كان هناك الكثير من الضحايا الذين لم يعرفوا ما يجب فعله، وكان هناك مستعملون كثر يفتحون رسالة الحب ويساهمون في انتشارها. انتشر البرنامج الخبيث بسرعة، بما أنه كان مصمماً للعمل ضمن الحاسبات الإلكترونية الخاصة، تلت ذلك إصابة خوادم الشركات الضخمة، ومن ثم وسائل الإعلام والحكومات وملايين الأفراد وتدمير المعلومات الموجودة في تلك الأنظمة. نشر البرنامج نفسه من خلال الولوج إلى قائمة الاتصال في كل حاسوب مصاب، ومن ثم إرسال رسالة إلكترونية لجميع العناوين الموجودة هناك. كانت الرسالة تحوي نسخة مرفقة من البرنامج اسمها رسالة حب لك،
جرى الإعلان عن 50 مليون حالة إصابة مع حلول 13 من أيار مايو من عام 2000، ونتجت عن ذلك أضرار بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي. اضطر البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ومجلس النواب البريطاني على إغلاق نظم البريد الإلكتروني بهدف التخلص من البرنامج، كما اضطرت عدة منظمات لإيقاف شبكاتها الإلكترونية، مما أدى لخسارتها أعمالها أو تعليق خدماتها. تلقت شركة إنترنت في الفلبين آلاف الاتصالات من مستخدمين أوروبيين اشتكوا من أن رسالة الحب الإلكترونية قد أتت عبر خوادمهم. توجهت الشركة مباشرة إلى مكتب التحقيقات الوطني في الفلبين. بعد مرور عدة أيام من المراقبة لمحور الاتصال الأول الذي ظهر فيه الفيروس، نجح مكتب التحقيقات الوطني بتحديد رقم هاتف استعمل على نحو متكرر ومشبوه. كان عنوان خط الهاتف ذلك يعود لشقة في ضاحية مانيلا. كان شابان يدرسان برمجة الحواسيب الإلكترونية يسكنان في الشقة، وهما ريومان رامونيس وأونيل دي غوزمان. ألقي القبض على الشابين ووضعا تحت التحقيق، إلا أن الشرطة كانت في حرج من أمرهما، حيث لم تكن هناك قوانين تدين ما فعل الشابان. بالرغم من أن دي غوزمان اعترف بأنه أطلق الفيروس من غير قصد، إلا أن الشرطة لم تثبت أنه كان من صنعه. لا أعرف، لم أكن في المكتب في ذلك اليوم. حامت دائرة الشبهات حول صديق له يدعى مايكل بوين، الذي كان اسمه مرتبطا بنوع مشابه من الفيروسات. أجرت الشرطة تحقيقا بهدف إثبات النوايا الجرمية، وذهبت إلى كلية AMA لعلوم الحاسبات الإلكترونية، حيث كان بوين طالبا، وكان دي غوزمان قد ترك دراسته هناك في العام الأخير. اكتشفت العناصر الأمنية أن دي غوزمان لم يكن ذا علم بأمور الفيروسات الإلكترونية وحسب، بل إنه طرح فكرة صنع واحد كمشروع رسالة جامعية لتخرجه. أراد صنع فيروس طروادة يمكنه سرقة كلمات السر والعناوين والملفات. رفضت الرسالة الجامعية من قبل إدارة الكلية، وهذا ما دفع دي غوزمان لترك الدراسة. ربما كان فيروس حشرة الحب انتقامه المنشود، إلا أن المؤكد أن الشاب حاز تقدير رفاقه الطلاب. إن الشعب الفلبيني فخور به بسبب ما فعله، فلا يوجد إنسان غير فلبيني يمكنه القيام بذلك. بالرغم من أننا من دول العالم الثالث، إلا أننا نستطيع صناعة هذا النوع من الفيروسات. أطلق سراح الطلاب الثلاثة بسبب عدم وجود قوانين في ذلك الوقت ضد صنع برامج الفيروسات في الفلبين، كما أسقط الادعاء العام جميع التهم. إن ذلك يعطي صورة سيئة ويجعل الصغار يظنون أن صنع الفيروسات الإلكترونية أمر رائع وأنه يجعلك مشهورا، فيما يجب أن نقول إن صانعي الفيروسات هم أناس سيئون، وإن ما يفعلونه مدمر للحواسيب الإلكترونية، وإن من يتسبب بهذا الكم من الدمار لا تجوز تهنئته. يمكن للفيروسات أن تعرض الأمن القومي للتهديد إن كان صانعوها من المخربين الإلكترونيين ذوي الأفكار السياسية. إن جميع الحواسيب المتصلة بالإنترنت معرضة لعمليات السيطرة عن بعد والتخريب والتنصت. إن سيل المعلومات الذي تقوم حكومات الغرب من خلاله بالسيطرة على سكك قطاراتنا ومطاراتنا وأنابيبنا للنفط ومصافينا ومصانعنا، إضافة لبنيتنا التجارية ونشاطاتنا، كلها معرضة للهجمات في أي لحظة. يعرف جيم ساتل مخاطر الإرهاب الإلكتروني. لا أحتاج لأكثر من 10 قراصنة معلومات كي أنجح في شل هذا البلد، حيث سأستخدم قراصنة موجودين في الولايات المتحدة، لأنه من الضروري أن نكون داخل البلد الذي سنهاجمه وتحديدا بنيته التحتية. أول ما نبدأ به هو مهاجمة البنية التحتية، فلا يمكنك التكلم عبر الهاتف ولا الحصول على الكهرباء. إن هذه القدرة التدميرية للفيروسات وصانعيها التي تستهدف أنظمة الاتصال المهمة قد دفعت بالحكومات إلى التوجه نحو الهجوم. نشرت وكالة الأمن القومي الأمريكية تقريرا قالت فيه إن 100 حكومة على الأقل تعمل على تطوير فيروسات وغيرها من برامج الأسلحة الإلكترونية، تماما كما تفعل عدة مجموعات إرهابية. كما يظن عدد من الخبراء أن تفوق أمريكا التقني يشكل أهم نقطة ضعف بالنسبة لأعدائها. من المعروف أنه لا يمكن مهاجمة الولايات المتحدة بشكل مباشر بسبب قوتنا العسكرية، إلا أنه يمكن مهاجمة نقاط ضعفنا. ومن الواضح أن الإنترنت إضافة لاعتمادنا على التقنية بشكل عام
يقدم فرصة مهمة لمهاجمتنا على الصعيدين المدني والعسكري، وهذا ما يعطي باقي الدول الأفضلية التي يفتقدونها. قامت الحكومة الأمريكية باستحداث الوحدة القومية للجرائم التقنية ضمن هيكلية مكتب التحقيقات الفيدرالي بهدف التصدي لهذه التهديدات وتنسيق سيل المعلومات حول أي تهديد إلكتروني ضد الحواسيب الإلكترونية وشبكات الاتصال. كما أنشأوا كلية تدريب إلكترونية تساعد موظفين معينين على تطوير المهارات المطلوبة لمواجهة أي تهديد إرهابي إلكتروني. فمن خلال استعمال أحدث تقنيات العالم الافتراضي أصبح بإمكانهم التحرك ضمن فضاء افتراضي يمثل خريطة ثلاثية الأبعاد لشبكات الحواسيب الإلكترونية في أمريكا. كما يمكنهم تفقد المدن والمباني وحتى حواسيب الأفراد بهدف تعلم أساليب محاربة الإرهاب. كانت هناك حادثتان مهمتان سرعتا بتأسيس هذه الوحدة. كانت إحداهما مرتبطة بوكالة الفضاء الأمريكية المعروفة باسم ناسا. تعد وكالة الفضاء الأمريكية هدفا يجذب هجمات قراصنة المعلومات من العالم كله. تتعرض ناسا إلى أكثر من نصف مليون هجمة إلكترونية سنويا. إن شبكة الحواسيب الخاصة بالوكالة تحتوي على معلومات هامة حول أبحاث ريادية أجراها علماء عباقرة. تمثل ناسا رمز الأفق الذي يزال يتفتح أمام الولايات المتحدة، فنحن ننطلق للفضاء الخارجي. إنها على وشك الانطلاق. كما أننا ندعو العامة لأننا في مكان مشوق نريدهم أن يروه، ولأن ذلك جزء من مهمتنا. أما المشكلة فتتمثل بقراصنة المعلومات الذين يأتون ويبقون ويأخذون أشياء لا يحق لهم أخذها. تأخذ الناس التهديدات على محمل الجد. أسست الوكالة وحدة أمنية خاصة بها يقوم الخبراء فيها بتقصي الغزاة الإلكترونيين، وهي تمتلك صلاحيات تمكنها من القبض على المجرمين والعمل مع حكومات العالم كله. انظر لأهداف ناسا وانظر لنقاط ضعفها، وعندئذ يمكنك معرفة خطورة الأمر. ماذا لدينا هنا؟ لدينا مكوك فضائي فيه رواد فضاء يهمنا أمنهم. إن كنا نواجه مشكلة أو نقطة ضعف أو أن شخصا استطاع أن يحل محل النظام الذي وضعناه، فإن ذلك يعد خطرا كبيرا. تعرض رواد الفضاء للخطر إثر هجمات قراصنة معلومات، وذلك خلال رحلة فضائية جرت في عام 97. جرى اختراق أنظمة الحواسيب الخاصة التي تعنى بمراقبة دقات قلوب رواد الفضاء وحالاتهم الصحية. كان يوجد نشاط يجري في مركز ناسا، ومن هناك استطاع أحد قراصنة المعلومات زيادة التحميل والضغط على أنظمتنا بشكل أثر على الاتصال والمعلومات الطبية المنقولة ما بين مركز ناسا وما بين رواد الفضاء على متن المكوك الفضائي. جرت الأحداث حين كان يحاول فيها الرواد الأمريكيون وصل مكوكهم الفضائي بمحطة الفضاء مير. تتعرض ناسا للفشل، لذا تعزز من إجراءات الحماية بالتأكد من عدم وجود وسيلة اتصال واحدة فقط. وفي نهاية الأمر نجحنا بالاتصال بالمكوك الفضائي من خلال وسيلة اتصال بديلة، وذلك أظهر ضررا حقيقيا من قبل قراصنة المعلومات. تمثل أول الإنذارات بإمكان حدوث حرب إلكترونية في شهر شباط فبراير من عام 98، وذلك عندما حاول قراصنة اختراق ملفات سرية موجودة ضمن الشبكة العسكرية التابعة للبنتاغون. أطلق المهاجمون عددا من الهجمات المنسقة ضد البنتاغون وعدد آخر من المواقع العسكرية. كانت تلك العملية التي أطلق عليها اسم عملية الشروق الشمسي تعد حالة تدريبية تحضيرية لهجمات إلكترونية أشد خطورة قد تحدث لاحقا، ما حفز دفاعات الحواسيب الإلكترونية المرتبطة بالشؤون العسكرية. كانت عملية الشروق الشمسي خطيرة جدا، لدرجة أن أهم خبراء الأمن عندنا وصفوها بأخطر تعد ضد الولايات المتحدة حتى تلك اللحظة. جرى الهجوم خلال فترة حرجة ألمت بالخليج العربي عندما قاوم صدام حسين الأمم المتحدة ومفتشيها. كان هناك خوف من أن العراق قد أطلق هجوما إلكترونيا. وصل الخبر إلى رئيس الولايات المتحدة، إلا أن قرصان معلومات شابا نجح في كشف ملابسات الغموض الذي لف عملية الشروق الشمسي. كان جون فرينيزوفيتش يدير موقعا مشهورا في تلك الفترة، حيث كان يجتمع قراصنة المعلومات كي يتبجحوا بأفعالهم. تتبع الشاب المجرمين عبر الإنترنت ووجد أن فتيين من كاليفورنيا أطلقا الهجوم. نجحت في الحصول على عدد من ملفات الأحداث التي تكلم فيها عدد من القراصنة عن عمليات اختراق لأنظمة منها حواسيب خارقة تعود للجيش الأمريكي، وبالتالي أصبح واضحا سبب قلق الجيش من الوضع الذي كان فيه. إن منفذ الهجوم كان قرصان معلومات أجنبيا.
كان قائد العملية شابا إسرائيليا على وشك الالتحاق بجيش بلاده. كان الشاب يمرر التعليمات لمراهقين أمريكيين عما يجب فعله، وكانت شبكة ناسا الحساسة واحدة من تلك الأهداف. ما أقلقنا هو تورط مراهقين يديرهما مواطن أجنبي، علما بأنهما لم يكونا يدركان سبب إعطائهما تلك التعليمات. كانا يظنان أن الأمر رائع وأنه شخص يشاركهما الخدع التقنية وأنه شخص مثلهما، إلا أنهما لم يكونا يعرفان هويته ولا دوافعه. لم يعرفا لماذا أراد منهما القيام بأعمال محددة وتعلم مهارات معينة. لم نعرف مكان جميع المعلومات التي حصل عليها المواطن الإسرائيلي. إن العلم الجنائي المرتبط بالحواسيب الإلكترونية يعد واحداً من أصعب فروع العلم الجنائي، كما أن التفوق على العصابات الإلكترونية بالنسبة للمحققين يشكل تحدياً مستمراً. تجري مواجهة المجرمين الإلكترونيين يومياً وصدهم عن الانخراط بنشاطات إجرامية، إلا أننا لا نسمع عن ذلك. يجري تطوير تقنيات متقدمة بشكل مستمر، وهذا ما يعني أن الحرب ما بين المحققين والمجرمين الإلكترونيين ستزداد تعقيداً. يجب علينا الإقرار فيما يتعلق بالتهديدات الإلكترونية بأن تقنية المعلومات والاتصالات تؤدي دورا مهما في جميع جوانب حياتنا اليومية، وأننا لا نستطيع الفصل بينها. أما المشكلة الكبيرة التي شهدناها فتتمثل بعدم وجود قواعد ثابتة، وذلك بسبب التغير المستمر في عالم المعلوماتية. فلا يمكنك تقديم درس عن أمن الشبكات للناس والقول لهم إن هذا الدرس سيكون مفيدا لكم في السنوات الأربعين المقبلة. أنا متفائل جدا، فنحن في الطليعة، إلا أنه لا يمكننا تخفيف الحراسة. يجب علينا أن نصيب في كل مرة، فيما يكفي المجرم أن يصيب مرة واحدة.